منح الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الأمل لآلاف الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في خيام في غزة التي دمرها العدوان. وفي مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة حيث فر كثيرون بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، أكد عدد من النازحين ضرورة مواصلة الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار. هذا المقترح جاء متأخر، ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن لا يأتي بتاتا. فلذلك نأمل من الله عز وجل ونأمل من الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة، لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. أي مقترح يؤدي إلى عودتنا إلى بيوتنا وإعادة إعمارها وإعادة بنفس الوقت إطلاق سراح إخواننا المعتقلين، هذه إحنا معاه، كلنا كشعب كلنا معاه، أنا كمواطن مع هذا المقترح.